الهاتف الخبير أيضا التحكيمي ممدوح المرداسي للتعليق على القرارات اللي اتخذها الطاقم الإسباني في مواجهة الديربي بين الأهلي والاتحاد. مساء الخير يا كابتن. هلا صباح الخير. الله يحييك. تذكرتونا ورا المدرسة بكرة. اليوم احنا دخلنا جديد خلاص. أبو إبراهيم راح فيك وراح في ضيوفك الأخوة الكارم الأستاذ حسن نبت القادر والأستاذ عبد الله فلاتة والسادة المشاهدين. الله يحييك كابتن. عشان ما عندي كثير وقت خليني أدخل على طول في الحالات اللي تحكيمية. الحالة الأولى اليوم كان هدف الأهلي المبكر عن طريق اللاعب فيتفا، واللي أيضا يعني كان في حوله جدل واختلاف في الآراء حول صحة هذا الهدف. خليني أسمع تعليقك يا كابتن. أي طبعا بالنسبة للهدف، طبعا هل كان بالدقيقة الأولى من المباراة، فطبعا كان في هناك لمسة يد على تيسير الجاسم ولكن ما كان فيها تعمد. طبعا هي الشرط الوحيد اللي يجب ان يكون فيه تعمد في قانون كره القدم اللي هي لعب الكره باليد. طبعا الكره طبعا لمست يد المهاجم ولكن ما كان فيها تعمد، واذا اللعبه صحيحه قرار الحكم هو القرار الصحيح. طيب جميل. ايضا الحاله التحكيميه الثانيه اللي اخترتها انت يا كابتن كانت في موضوع يستحق اعتقد لاعب الاتحاد بطاقه في الحاله اللي نشوفها الان قدامنا، فهد المولد. ايوه نشوف طبعا شاهد هذه. طبعا اليوم الحكم ما طلع لكرت اصفر واحد، وطبعا ساعدوه اللاعبين كثير طبعا، ونتيجه المباراه فرقت. الان نشوف اللحظه الحاله هذه يجب انذار لاعب الاتحاد للتهور. نشاهد اللعبه الان البطيء، شاهد اللاعب يستحق انذار للتهور، لم يمنح الحكم. كان يستحق بطاقة صفراء. بطاقة صفراء طبعا للتهور. طيب لم يمنح. الحالة الثالثة في الدقيقة 83 مثل ما قلت كابتن أشار الحكم أول بطاقة صفراء للاعب جمال باجندوح. ايوه نشوف اللاعب طبعا هذا اول كرت او هو الكرت الوحيد في المباراه بالدقيقه 83. نلاحظ انه في هناك هجمه واعده وايضا في تهور، يعني اذا جبناها من ناحيتين اذا بغى يمنحه للهجمه الواعده او مشروع هجمه واعده او للتهور نفس الحكايه، فتم منحه الانذار قرار صحيح من الحكم البرتو. طيب الحالة التحكيمية الرابعة كابتن والأخيرة ركلة الجزاء الاتحادية، أنت كيف شايف قرار الحكم؟ طبعا نشوفها نشاهدها ونتكلم عنها. طبعا المشكلة أن الحكم كان قريب وزاوية الرؤية له واضحة، ما أدري ليش يعني احتسب ركلة الجزاء. طبعا ما كان فيها أي ركلة جزاء، تنافس طبيعي جدا. ولو نلاحظ لاعب الأهلي اللي هو رقم 26 هذا قدمين على الأرض لم يرتكب أي مخالفة تذكر، تنافس طبيعي بين اللاعبين وتم احتساب ركلة جزاء قرار خاطئ من الحكم. لو نلاحظ ممكن تقريبا حدود 4 أمتار أو أقل، يعني قريب جدا. هذا قرار غير صحيح من الحكم المباراة. طبعا لا ركلة جزاء غير صحيحة. لو نلاحظ نشاهد الآن لاعب الأهلي الرقم 26 لم يرتكب أي مخالفة والقدمين على الأرض لم ترتفع نهائيا ولا كان في أي دافع ولا في اي حاجه، مجرد يعني تنافس طبيعي. ما ادري الحكم ليش احتسب ركله الجزاء نهايه المباراه، ما ادري شو الوضع يعني. طيب كم تعطي قبل ما اختم كابتن، كم تعطي الحكم المباراه من 10؟ طبعا الطاقم بشكل عام كان كويس، يعني دار المباراه بشكل عام كويس. المساعدين ما كان في عندهم اي حالات تسلل. الحكم عنده ركله جزاء احتسبها خطا ولا اثرت نتيجه المباراه، طبيعي فاز الاهلي وهذا شيء يعني نقدر نقول نعطيه 8.1 من 10. طيب تعتبر درجه كويسه يعني. نعم احنا نقول لك شكرا كابتن ممدوح المرداسي الخبير التحكيمي المعروف، شكرا جزيلا لك يا كابتن.